اكلمك تنزل تروح فين انت جننت؟ احترمي نفسك يا وسام. حازم لو نزلت والله العظيم هترجع معاها تلاقيني في البيت. ما انا مش ممكن افضل قاعد وسايب بنتي خايفه ومحضوره لوحدها. انا ازاي؟ انزل يا اخويا لف ودور في المستشفيات والاقسام على هاني واختها، ما يولعوا بجاز، احنا مالنا؟ وبنتي؟ مالها بنتك؟ ما هي متهببه لسه مكلماك في التليفون وكويسه. بقول لك قاعده لوحدها خايفه، حرام عليكي. قاعده في بيتها مع شغالتها، ثم ايه اللي مسهر بنتك لغايه دلوقتي؟ ما تخش تتخيم تنام. ياكش يجي لنا خبر امها الصبح ونرتاح. بقول لك ايه يا وسام؟ اخس الشيطان وخليني انزل اجيب بنتي عشان اليوم يعدي على خير. على جثتي يا حازم لو نزلت. تليفونك معاك، كلم البت للصبح وابقى احكي لها يا اخويا حكايه ام 44 ومغامرات اختها الصايعه لغايه ما نشوف جوز الغربان دول كانوا في انهي داهيه. ده لو كانوا اساسا خرجوا مش قاعدين في البيت وبنتك بتشتغلك كالعاده. دي كدابه. وايه اللي هيخليها تكذب بس؟ بتكذب زي امها كدابه. بتدحرجك، بتدحلبك، بتجرجرك. كون نسوان انا عارفه كويس. ايوه حبيبتي، عامله ايه دلوقتي؟ مامي لسه ما جاتش؟ يا حنين. طب معاكي نمره السواق بتاعها؟ سواق يا اخويا اللي هتاخده في مشاوير مندي. ها وقلت له ايه؟ قلت له اللي حصل. بعد ما وصلت حضرتك شركه نديم بيه رحت مشوار ورجعت بعد نص ساعه، وفضلت قاعد مستني حضرتك تحت لغايه ما بتوع الامن حكوا لي على كل اللي حصل وادوني عنوان المستشفى، جيت على طول. اكيد رنا كلمته، ما كنتش عايزاها تعرف حاجه زي دي. تلاقيها مخضوضه دلوقتي. كفايه اللي هي فيه. لقيتي لي الموبايل؟ اه يا حبيبتي السكيورتي لقوه، لقوا السيديهات اللي كنت بتسالي عليها وطلعوهم من المكتب عندي. طب كلمها لي، كلم لي رنا بسرعه. مش معايا رقمها. هات هات. يا رب بس ما يكونش قال لها، اصل انا عارفه اسلوبك كويس. وانت ما كانش المفروض تقول حاجه زي دي قبل ما ترجع لي الاول. حاضر. تليفونها مشغول. اكيد بتطلبني. كلم الرقم اللي كلمك منه حازم، قول له ان انا كويسه وانك فهمت غلط. وان انا في ميتنج. يلا اطلبه من بره يا ناصر. حاضر. بقول لك رامي هريني مكالمات ومسجز اعمل ايه اقول له؟ لا ما تقوليش حاجه لحد يا امير. مش عايزين نعمل مشاكل للراجل. كفايه انه سايب مكتبه وشغله، مش راضي يمشي من هنا غير ما يطمن عليا. طب عايزه اقول لك بقى، شكلها رشا مراته هي اللي عملت فيكي كده. زي ما قلت لك مجرد كذبات بسيطه. يعني تقدر تخرج النهارده؟ طبعا تقدر. بس انت ما قلتليش مين الست دي وحكايتها وايه سر اهتمامك الاوفر قوي بيها؟ اوفر ايه يا مفيد؟ ست جايه تشتغل معانا ضربوها قدام شركتي اسيبها؟ لا طبعا. وتيجي؟ ما يصحش. لا انت توصلها لحد هنا، تقعد تطمن عليها، تقفل موبايلك، الدنيا تتقلب حواليك، ما حدش يعرف يوصل لك. ايه اللي حصل؟ انت ما قلتليش ليه انك رجعت لرشا؟ هي كلمتك؟ لا مش هي، لوجي. من ساعة ما رجعت من المدرسة بتحاول توصل لك، مش عارفة. عايزة تقول لك سمعت ايه من الشغالين في الفيلا بخصوص مامتها. ما تقول يا مفيد حصل ايه؟ رشا اتقبض عليها. نديم انت فين من الصبح؟ انا دايخه عليك، كنت فين؟ قلت ايه في التحقيق؟ ما قلتش. هما اخدوا بصماتي وعينه من شعري، وانا كتبت لك كل ده في المسج. لسه شايفه حالها؟ انا مش هقعد هنا اربع ايام. اتصرف، اعمل اي حاجه. جمال ازاي بيعمل ايه بره؟ وانا كنت اعمل ايه يعني؟ ما انا مش لاقياك وعايزين ينزلوني الحجز مع المجرمين. قلت اكلم محامي يشوف لي صرفه، ويا ريتني كلمته من بدري. قال له لو كان معايا في النيابه كان زماني خرجت بسهوله. حكيتي له اي حاجه من اللي حصل؟ لا، قلت له ان انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه اتقبض عليها ليه من اصل. نفس الكلام تقريبا اللي قلته في التحقيق، ووصيته ما يجيبش سيره لاي حد ولا حتى اهلي. هو مش هيجيب سيره لاهلك، هو هيجيب سيره لمصر كلها.
وانا يعني كنت اعمل ايه؟ ما انا مش لاقياك، وهو المحامي بتاعنا من سنين. المحامي بتاعنا عشان اسمه كبير، لكن رغاي وبيحب الفضايح عشان يفضل مشهور، ومش هو اللي بعتمد عليه في الحاجات دي. يلا هي فضيحه ولا اكتر. نديم اقف جنبي، هتعمل معايا حركه كده ولا كده انت حر، عليا وعلى اعدائي، وانت عارف جناني ممكن يوصل لحد فين. نديم بيه، أنا قريت المحضر اللي هنا، وبكرة الصبح بإذن الله هطلع على تحقيقات النيابة و شغل شبالك، الموضوع بسيط. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. فضل على الدش. ثواني وأرجع لك. ما تمشيش. أصلاً ما تمشيش. نديم بيه، هو الوصول ليك صعب قوي كده؟ قبل أي كلام، ده قرار من النائب العام بمنع النشر. مفيش داعي نعمل فضايح وشوشره وفي الاخر القضيه تبقى متفبركه. متفبركه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وانا اللي هقول لك يا مجدي بيه، انتوا باي حق تاخدوا مراتي من بيتها وتتهموها بانها كانت مع راجل غريب؟ تمام. نديم بيه، لو سيادتك تحب تفتح محضر بالكلام ده انا ما عنديش مانع. ولا نخليه الصبح مع النيابه؟ ليه الصبح؟ تفتح محضر حالا وتثبت فيه ده. اللي هو ايه؟ ده ريسيت من الاوتيل اللي كنت سهران فيه انا والمدام، نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وثابت هنا انها دفعت بالفيزا بتاعتها، وعندك التاريخ باليوم والساعه والدقيقه، وفي شهود كمان. مش مدام نديم فخري اللي تعمل كده. امال طلقتها ليه يا نديم بيه؟ ولسه في حد بيصدق الجرايد؟ أنا بصدق في الجرايد حاجة واحدة بس، صفحة الوفيات. ثم أنت خدت المدام منين؟ مش من بيتي؟ دي تبقى لعبة كبيرة أوي يا مجدي بيه، تصفية حسابات يعني، وأنا لو اتكلمت البلد تولع، والبلد مش ناقصة. Father said she's in a meeting. Calm down. بس أنا مش مطمنة. في حاجة غلط. بابي كان صوته مش كويس. مامي؟ يا روح الماما. وحشتيني قوي حبيبتي. أنت كمان. إيه ده؟ حبيبي لسه صاحي. هاي سادو. إيه ده برضه تأخري عليا كل ده؟ معلش يا حبيبتي، غصب عني، أنا آسفة. بس ما تبقاش تتأخري بقى علي. إيه؟ حاضر هروحي. في إيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، أصلي وقعت وأنا نازلة من المكتب، بس أنا أهو قدامي كويسة وزي الفل، متقلقيش. أنت ما اتصلتيش بيا ليه؟ اتصلتش بيكي عشان لما وقعت تليفوني وقع كمان وشنطتي وانكسر، وبعدين مش بابي يكلمك وطمنك. خلاص سيبك مني دلوقتي وقوليلي. هي طنط مريم رجعت من بره فوق في اوضتها. ما قالتلكيش كانت فين؟ طيب حبيبي اتعشى؟ استني كتير روح يعني. بقولك ايه، انا هطلع اخد شاور بسرعه وانزل على السريع نتعشى مع بعض. اوكي حاضر. سادو
Prepare the dinner, please. مامي. ايه روح المامي. هي طنط مريم متجوزة؟ مريم ما قلتيش يعني انك يوم الحادث كنت سهرانه مع الباشمهندس نديم. اتلخبطت من كتر الخضه اللي انا فيها نسيت كل حاجه. ودي حاجه تتنسي برضو؟ يوميها انا كنت سهرانه. يوميها كنت مع تامر وتحريات المباحث بتقول انك خرجتي مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده. انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي وفي فواتير وشهود بكده. وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر وانكم خرجتوا مع بعض ورحتي مع بيته. ما حصلش كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا. لما تجيبوا ست محترمه من بيتها تقبضوا عليها يبقى ظلم وافتراء كمان. طب يا ستي عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافتراء هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك.